المسبح البلدي بمدينة جابس هو واحد من المشاريع المعطلة، انطلقت أشغاله منذ سنوات وتوقفت أكثر من مرة لفترات طويلة، وبات الانتهاء من إنجازه حلما لرياضيي الجهة وأهالي المنطقة التي تسخر بمواهب عديدة في رياضة السباحة وغيرها. المسبح البلدي هذا يضم برشا فئات عمرية، منهم صغيرات كبار، اللي عندهم إعاقة، اللي عندهم إصابات، يعني مكسب للجهة كاملة. المسبح هذا من 2016 ديجا قالوا لنا راهو باش يبدأ، على أساس 2019 يبدأ حاضر، بعد في قالوا لنا راهو 2021 يبدأ حاضر، وحنا نستنوا هنا كل مرة يوخرونا كل مرة يوخرونا. فما عنا بيسين بريفي هون نعملوا فيه اللي قادر قاد، سينو الأولاد الجهة الطبقة العادية معناها ما ينجموش، مش لاقين وين يترينوا، مش لاقين وين يتحسنوا. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بولاية جابس تأكد من جهتها تعطل هذه الأشغال لاعتبارات مختلفة، أهمها تتعلق بالمقاولة المنجزة لهذا المشروع، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لدفع هذا المشروع من جديد. تم عدد في مرحلة أولى فسخ صفقة، ومن بعد تالي تم الترجع عليها بعد إعراب المقاولة على استعدادها معناها لإنجاز بقية الأشغال، وفي نفس الوقت ربحت الإدارة الوقت بإعداد ملف طلب عروض جديد في صورة ما خدمتش المقاولة. دونك توا الدوسي دا بلدوفر حاضر جديد، والمقاولة ما التزمتش بتعهداتها، ما خدمتش، ما رجعتش للخدمة، باش يتم الفسخ من جديد والإعلان عن طلب عروض قبل موفى مارس 2023. 7 سنوات مرت على انطلاق هذه الأشغال، ومعها يتواصل حلم أهالي المنطقة بإنجاز مسبح بلدي يليق برياضي الجهة.